بشكل لافت كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها المستهدفة لمواقع الحوثيين ومعسكرات لجيش المخلوع في العاصمة صنعاء ومحيطها. معسكر الفريجة والصمع في أرحب بين مدينة صنعاء ونهم نال لوحدهما أكثر من 20 غارة خلال 24 ساعة الماضية. الأمر الذي عده مراقبون تمهيدا ناريا لتقدم جديد على الأرض لقوات الشرعية باتجاه صنعاء المدينة. يأتي ذلك عقب سيطرة قوات الشرعية على منطقة بران وتقدمها باتجاه مسورة ونقيل بن غيلان. وغير بعيد عن صنعاء ولكن في جبهة أخرى، قالت مصادر المقاومة في محافظة الجوف إن 19 مقاتلا حوثيا وقعوا في الأسر خلال الساعات الماضية فيما تقدم الجيش الوطني في مرتفعات على الحدود مع صعدة. يأتي تكثيف التحالف العربي للقصف على ألوية الحرس الجمهوري في الصمع في سياق فتح ثغرة مهمة جدا في الحزام الأمني المحيط بصنعاء، وأعتقد أنه بالاستيلاء على هذه الألوية ستنفتح ثغرة كبيرة سيكون لها ما بعدها على الداخل في صنعاء. وفي تعز تواصلت المعارك في الأقروض والشريجة وكرش وسط قصف مدفعي وصف بالانتقامي شنه الحوثيون على المدنيين في كرة المخفع وشعب النعيم ودباب الأقروض أسفر عن قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء. وفي شأن آخر، قتل قائد محور أبين وقائد اللواء 19 برصاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في حي الممدارات بعدن. شهود عيان أكدوا للإخبارية أن المسلحين استخدموا سلاح الدوشكا في العملية مطلقين النار من مكان بعيد، يشار إلى أن موجة من الاغتيالات والأعمال الإرهابية تجتاح عدن وعددا من المناطق المحررة منذ أشهر، مستهدفة كوادر مدنية وعسكرية موالية للشرعية. للإخبارية صلاح بالأغبر، عدن.